منظمة خيرية ومنظمة تطوعية لدعم الأسر الفقراء والمساكين والمتعففين. المكتب التنفيذي للمنظمة عبارة عن الأسرة بتاعت مصنع سكر حلفة، كلهم باشمهندس يقولوا هيثم عبد الرحيم، ده طبعا المدير التنفيذي، المدير التنفيذي للمنظمة أخونا حاتم، نائب المدير الإعلام للمنظمة هو الدكتور أحمد النعمة، برضو نائب المدير التنفيذي للمنظمة. زي ما قلنا عبارة عن منظمة خيرية، كويس. من ضمن المشاريع اللي سوتها المنظمة ده المشروع الثالث بتاع كيس الصايم، كويس. افطار كان عندنا مشروع بتاع افطار الطالب سنوي، يعني لحوالي عامين وخشين العام الدراسي ده العام الثالث. ايوه كل المدارس الموجودة حول المدارس الأساسية، هاي عندنا وجبة بتاعت افطار السنة دي 25 مدارس. ايوه بعد ذاك كيس الصايم عندنا كسوة العيد، عندنا برضو كسوة العيد. الجهات الدعم للمنظمة احنا تونا السيد المدير عام مصنع سكر حلفة، مدير عام شركة السكر السودانية اللي هو باشمهندس بكري محجوب، كويس. هو كان دعمنا بكل التكلفة حقت كيس الصايم للعام السابق 2013 ده، كويس. وقلنا نتمنى له الشفاء العادل اللي كان جاي من رحلة علاجية. بعد ذاك السيد مدير عام مصنع سكر حلفة، السيد معتمد حلفة، السيد معتمد نهر عطبرة، السيد مدير مؤسسة حلفة الزراعية، السادة مدراء البنوك، كل مدراء البنوك، السادة موظفي مصنع سكر حلفة، لأنه الموظفين بتاع مصنع حلفة بيسقطوا مرتباتهم على الاشتراكات الشهرية. بعد ذلك احنا قلنا هنقول الارقام بتاعت المنظمة، انه اي زول دار يدعم المنظمة لانه في النهاية عمل خير، ربنا يزيد عمل الخير. بندي ارقام بتاعت السيد المدير التنفيذي، نائب المدير التنفيذي، كل الناس مع بعض. عندنا ارقام حسابات كمان في البنك، ممكن ندي ارقام بتاعت حسابات، نقول حساب مثلا في بنك النيل كده، حساب في كده، ما هي لو دار يدي مباشرة في الحساب، ما هو عمل خير. في ناس بيبتغوا وجه الله سبحانه وتعالى مرات في عمل الخير ده بدون اسم بيجي بالديك. هاي هذه كل المشاريع اللي قاعدين المنظمه ده كيس الطايم للسنه الثالثه. يعني اي حاجه بتجيب قدامنا بس الدعم، دائما بيجيب قدامنا المال بس اكثر شيء. يمكن حتى المدارس حلفه هناك اساس ثانوي، بس احنا مؤسس سبعه مدارس اساس. طبعا السنه اللي فاتت شلنا منكم التجر ونفذنا برضه كويس ما شاء الله. بعد ما جيت ناس اخوانا ناس فريد حضروا معي الكبار مشترك، بعد ذاك احنا ذاتنا نفذنا بنفسنا. نفس الوقت. دكتور تعرف في كلمة؟ لا أحيدي أبغى أعلم.